تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الموقف الخاص بشركة النصر للتصدير والاستيراد جسور، وذلك خلال اجتماع وزير الصناعة وعدد من المسؤولين. وجه مدبولي ضرورة وضع خطة متكاملة لتفعيل عمل شركة جسور مع ضرورة العمل على الاستغلال الأمثل لمختلف الأصول التي تمتلكها خاصة في الخارج، بما يخدم أهداف الدولة المصرية في التوسع في حجم الصادرات لا سيما للدول الأفريقية.